لاحظت في الفترة الأخيرة من كلام الناس سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا أو من الرسائل اللي بتجيلي إن بيت العيلة هو سبب من أسباب الخلافات اللي بتوصل لمرحلة الطلاق. وأنا هنا ما أقصدش بيت العيلة اللي هو بيت اللمة، بيت الخصوصية، بيت اللي كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه بحب وبدون أوامر، البيت اللي فيه ناس صافية وبتحب بعضها، بيت ما فيهوش حسد ولا ضغينة. أنا ما أقصدش البيت ده ولا أقدر أقول عليه نص كلمة حتى، أنا أقصد بيت تاني خالص. أنا أقصد بيت العيلة اللي بتشوف مرات ابنهم خدامة جاية بس علشان تكنس وتمسح وتعمل الأكل وما ينفعش تستريح ولو دقيقة، البيت اللي الست فيه بتكون مجبرة تنزل تاكل وسط الناس بتقوم ما تقضي يوم واحد بس تاكل فيه مع جوزها، البيت اللي مفيهوش خصوصية وكل التحركات والأخبار على المشاع والبانة في كل فرد في البيت كبير كان أو صغير، البيت اللي كله عيون حقدة وحاسدة بتعد هم جابوا إيه ومنين وبكام، البيت اللي فيه ناس بتوقع كله في بعضه وطول اليوم مراتك قالت وعادت وعملت، طول اليوم بياخدوا الكلام بمية قصد وشكل، البيت اللي فيه أهله بمية وش من قدامك ومن وراك بيتكلموا عليك ومسكين السكاكين عايزين يذبحوك بيها، البيت اللي مفيهوش كلمة حلوة تبل الريق ولا حتى كلمة شكرا، البيت اللي ما يعرفش ولا حتى بيعترف بمعروف أو جميل، اللي عمره ما جبر خاطر ولا طيب جرح، واللي الحياة فيه مرة أمر من العلقم. بالله عليك قولي الزوجة إزاي هتحس بالأمان وسط كل ده؟ مراتك كانت ملكة في بيت أبوها، كان بيتخبط عليها قبل ما حد يدخل أوضتها، كانوا عايشين في هنا وكانت بتعمل كل حاجة بحب وبود وبألفة، كان كله بيساعد كله وكانوا بيتسابقوا مين اللي يساعد مين علشان حبهم لبعض كان أكبر من أي حاجة، سابت كل ده علشان تروح تبني بيت المفروض إنه بيتها، تحطوا سوا قواعده وتمشوه بالشكل اللي يسعدكم، تعرف ترتاح فيه لو اليوم، وترمي كل حاجة على الفرشة اللي انتوا بتناموا عليها، صعوبات ومشاكل وضغوط، تحارب الدنيا معاك جوا بيتكم وتخليه جنة. وعلشان محدش يفهم الموضوع غلط، مفيش أبدا أي مانع إن مراتك تخدم أهلك بس من حبها ليهم وتطوعهم منها مش فرض، علشان هي متربية وبنت أصول، لكن في النهاية دول أهلك وإنت وإخواتك فرض عليكم مساعدتهم مش حد تاني، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أمك أنت وأبوك أنت، زي ما مراتك برضو ليها أب وأم وفرض عليها مساعدتهم. استنونا بعد الفاصل.